أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجلو صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار العمل على تطوير الخدمات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الجهود الأهلية للخدمات الموجهة لهم. سموه نوه لدى رعايته اليوم الاحتفال السنوي لمعهد الأمل التابع لجمعية رعاية الطفل والأمومة لتخريج الفوج 30 من طلبة المعهد بمدينة عيسى بالبرامج التربوية التي يقدمها المعهد والتي أسهمت في تعزيز فرص دمج طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والمجتمع، وهو ما يبرز الدور المهني الذي يطلع به هذا المعهد وبدور مجلس إدارته وهيئته الإدارية والتعليمية وتواصلها مع شتى القطاعات وبث الأمل لدى أولياء الأمور الذين لا شك تسعدهم النتائج الكبيرة المتحققة في أبنائهم، ومهنئا سموه لهم ولمجلس إدارة المعهد هذا التخريج الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها المعهد في مسيرته المهمة، متمنيا سموه للمعهد المزيد من التوفيق فيما يطمح له من أهداف. وخلال الحفل ألقت الشيخة هند بن سلمان الخليفة رئيسة مجلس إدارة معهد الأمل للتربية الخاصة كلمة توجهت فيها بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة رعايته احتفال المعهد، وأكدت على استمرارية دور المعهد في تعزيز خدماته التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة. واستعرضت مسيرة المعهد منذ تأسيسه عام 77-900 وتقديم خدماته بشكل مميز بعد افتتاح مقره في مدينة عيسى عام 1982، واستذكرت الدور الكبير الذي بذلته الشيخة لولو بنت محمد الخليفة في تأسيس هذا المعهد إلى جانب دورها الريادي في خدمة قطاع المرأة والطفولة. كما تطرقت إلى ريادة البحرين في تعزيز البنية القانونية الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أكد على تقدم خدماتها لهذه الفئة، وشكرت في ختام كلمتها كل من أسهم في دعم برامج معهد الأمل وتطلعاته. كما تضمن الحفل كلمة لأولياء أمور طلب الخريجين وكلمة لمديرة المعهد وطلب الخريجين. كما اطلع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على معرض منتجات الطلبة والطالبات، وقام سموه بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين الذين بلغ عددهم 23 خريجاً.